ايه العيد الكبير شي فكرني انا واحد السيد من العائله كنهرب له الحولي وبقاو بلا الاضحيه ديالهم اضطروا انهم يضحيوا واحد الاخر صغير وهذاك بقاو تيقلبوا عليه حتى العشيه عاد بان انه كان مخبي في واحد الجزريده. العيد الكبير كيطلع لك الطرف ديالك الزار كيتعطل كتبقى كتساير كتبقى تساير عندك كلشي كتبقى تساير الزار اش غايجي مع اش غاي كذا كتبقى تساير ثلاثه اربعه هذيك كل عام كنتفكرها كل عام عاوتاني كتعلم كدير بحساب العوام اللي دازوا عليك ما خصهمش يدوزوا عليك عاوتاني. حنا ذبحنا واحد العيد بحال هكا ياك وملي حلينا وداك الشيء كنجبروا فيه واحد الميكه كبيره في كرشو صدحت الوالده قالت لك انا ما ناكلش من هذا العيد كاع ما عندي ما ندير به صدحت كاع مرضت في ديك القضيه هذيك قالت لك انا ما عندي ما ندير بهذا الحولي كاع ما عندي ما ندير به ندير الواقع اللي كانت وقعت وواحد الصديق قدامنا كنهرب له الحولي عاوتاني تما عندنا في الحومه هرب له الحولي تبعوه الناس كتجري 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 بحال عاد شدوه له الحولي عاد جابوه له. لا تفكرت ذاك العيد اللي داز كنقز بغى ينقز لينا الحولي وكيف فيما كيجي العيد كنبقى نتفكر هاد كان واحد الناس جايين يذبحوا الحولي ديالهم يلا بدا الجزار كيذبحوا ويطيح لهم العماره. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.